والله هي المباراة الثانية نتمناها تكون، مع الأسف أنه لغت المباراة مع ليبيا، نحاول أنه يكون عندنا مباراة ثانية، بس الأمور صعبة جدا، لأن تعرف كل الفرق أنه مهيئة أمورهم وعندهم مباريات أعتقد جدا صعبة. حتى منتخب التونسي اللي هو راح يلعب يوم 11 مع كرواتيا في تونس أعتقد، فصعب جدا أيضا أنه تلعب مع تونس مباراتين. هل سيكون هناك تجمع اللاعبين في بغداد؟ ما اعتقد، لان الدوري يكون جاري لحد يوم 2/6 يكون الدوري، ما اعتقد انه اي تجمع يكون للمنتخب العراقي داخل بغداد، فالسفر يكون يوم 3 الى تونس. هذه اصابه بشار رسن، هل سيكون هناك لاعب من خارج القائمه؟ اكيد لا، اكيد المدرب ضمن القائمه اللي ارسلها 33 يكون استدعاء لاعب من خلال هاي القائمه، من خارج القائمه صعب جدا تكون، لان تعرف الامور الاداريه والتاشيرات دخول الى تونس ما مهيئين لهذا الشيء. قضية جيروان حمد، هل سيتواجد مع المنتخب أم لا؟ والله جيروان حمد بعده، يعني الأمور الإدارية لجلوان متعلقة في الأوراق الثبوتية العراقية لجلوان، أنه أرسلت كل الأوراق، وإن شاء الله يكون عنده كتاب واحد من وزارة الداخلية لإثبات ولادة جلوان في العراق، يعني من ولادة هو من أب وأم عراقيين أصليين. فولادته أيضا تكون قبل 2006 داخل العراق، فيكون إن شاء الله الأمور تكون سهلة لإعطاء الجرين لايت إله وإرسال الكارت إلى الاتحاد العراقي. القائمة النهائية شو قد تصدر؟ والله القائمة النهائية تصدر اليوم إن شاء الله أو بكرة. كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك.